اكلهم طيب كثير ليك انا دائما بيجي لهون بس لانه قريب للبيت وبعدين بحس انه مطرح لذيذ وهيك طب ليه؟ ما نضلنا نشوف بعض نحن مش انه هلا تعمل لي اياها بالمره انه مع اساس بدنا نروح انا وياك هلا نعمل شوبينج هلا بدك تعملي شوبينج؟ ايه ما بعده بكير ولو طيب يلا بنروح يعني نمشي طيب بس لحظه بدي اطلب تاكسي تاكسي؟ ايه لانه خليني اطلب تاكسي بالاول لحظه لحظه قبل ما تطلب تاكسي ايه شو؟ وين سيارتك؟ البورش؟ ايه بالبيت؟ ايه حدا بيجيب بورش بيتركها بالبيت وبيتنقل بتاكسي؟ مارولا انا بتعرفيني انا نيقة كثير على السيارات، ما هيدي مشايفها ومش مصدق يعني معقول اقعد سوقها بهالبلد يعني بتعرفي انت كيف السواقات هون؟ لك طيب ما بدي انا اذا نكزت نكزه اذا انجلفت اذا انخمشت بجن بخبر هلا انت كثير نيقة بس مش لدرجة انك تشاري بورش تتركها بقلب بيتك انا بفضل ضلني صاففها بالبيت مريح راسي كل النهار واجي بالتاكسي وروح بالتاكسي، هيك معودة ما في هلا وخاصة هي البورش لانه حبيبك ليه ما قلت لك ان جيت بسيارتي؟ معلي معلي انا مرحبا أهلا كيفك يا جناعي؟ حبيبي كيفك؟ ماشي حالك؟ ما نمشي كيفك؟ أنا عرفت إنه عم تقعد هون بالقهوة إيه أنا هون دايما دخلك جبت أنت عندك سيارة جبتها جديد ما هيك شفتها من يومين إيه البورش صفوفها حد البيت إيه بورش؟ إيه البورش بورش إيه شو؟ ما بعرف بورش إيه في بالكون مدام عدال هيدي البلوج ايه طبي الاول ايه ايه, إيه مثل ما هو قشط على لحظه لحظه لك شو لونه شو لونه سيارتي والله بصراحه انا سيارتي لو نكحي لها شو لونه الواقع علي البالكون والله بصراحه ما مبين شو اللون يعني عرفناها من انت سيارتك مش ثلاث ارقام ثلاث ارقام هي خلص هي لانه عرفناها انجح معلوك الرقم كمان في بلوش على الازازه وراني عم نقول لك انطحن الطحن مدام عدال نزلت مع البالكون بدنا نشوف البلوش وظفك